قدم أمين الدولة في الصحة العامة دكتور محمد النظيف يوسف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل دورة 2017، مشيرا فيه إلى الجهود التي قامت بها الحكومة في إطار مكافحة هذا المرض للقضاء عليه نهائيا. جزء من هذا البيان: إن بلادنا تشات بالاتصال مع المجتمع الدولي، ستحتفل يوم 24 مارس 2017 باليوم العالمي للسل، وتهدف هذه الظاهرة لتعريف مواطنينا بانتشار هذا المرض المرعب. يقدم اليوم فرصة لتعزيز تضامننا مع الأشخاص المصابين بهذا المرض، كما أنه مناسبة لتأكيد عزمنا والتزامنا بمكافحة السل. يوجد الآن علاج فعال للسل، فالواجب هو المتابعة المنتظمة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر تحت إشراف مختص في الصحة، بفضل الدعم الشخصي من رئيس الجمهورية فخامة السيد إدريس ديبي إتنو، فإن كشف وعلاج هذا المرض أصبح مجانا ومتوفرا في مستشفيات البلاد كلها. لذلك فإن اليوم العالمي للسل نسخة 2017 جاء تحت عنوان فلنتحد من أجل وضع نهاية للسل. جميعا وبجهد مشترك يمكن أن ننهي هذه المسألة الصامتة التي تواصل تدمير حياة مواطنينا.